السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا الوحدة الرابعة الجزء الثاني من كيموثيرابيوتيك دراجز، الوحدة الرابعة التي تتحدث عن الأدوية الكيميائية، وهذا الجزء الثاني أو المقطع الثاني منها والأخير. بروتين سينثيسيس انهيبيتورز، مثال عندنا هنا لبعض الكيموثيرابيوتيك دراجز: الكلوروامفينيكول active against a wide range of gram-positive and gram-negative organisms, high toxicity, bone marrow toxicity, restricted for life-threatening infections where no alternative exists. الكائنات الحية اللي هي البكتيرية الجرام-positive والجرام-negative لها تأثير، له تأثير عالي الكلورامفينيكول عليها، وهذه ضد مجموعة واسعة من هذه الميكروبات. ايضا الهاي توكسيسيتي، يعني يتميز الكلوروامفينيكول بسميه عاليه، سميه تتجه نحو نخاع العظام ويهدد الحياه في هذه الخلايا وهذا الجزء من الجسد، وحيث لا يوجد بديل حتى الان يعتبر يعني restricted for life threatening infections، يعني هو مقيد للعدوى التي تهدد الحياة للمرضى حيث لا يوجد بديل. عشان هيك السمية عالية تبعته لازم ناخد بالنا من الكلورامفينيكول لما يتم العلاج به، بالذات إذا كان هناك خطر مباشر على حياة المرضى. Mechanism of action للكلورامفينيكول: binds reversibly to the bacterial 50s ribosomal subunit and inhibits a protein synthesis at the peptidyl transferase reactions. هنا طبعا بتحد reversibly بشكل متعاكس مع البكتيريال او الجرام بوزيتيفز هنا الريبوسومال subunits في وحدات اللي ما تحت الريبوسوم، وانهبيتس بروتين سينثيسيس هنا بيشجع اللي هو السينثيسيس تبع البروتينات في الببتايل او ببتيدايل ترانسفيريز رياكشن زي ما هو موضح هنا في الصورة في الفيفتيز. هان والعمر عن ايه للخلايا، وبكون الامفينيكول هنا الكلور امفينيكول في بيتحد مع الببتيدايل ترانسفيريز وبيدخل الخلايا بالشكل هذا. الانتي بكتيريال سبيكتروم تبعه المضاد البكتيري زي مثلا نيكلاميديا، ريكيتسيا، اسبايروشيتس، انيروبس برايمرلي بكتيريوستاتيك بات ديبيندينج اون ذا دوز اند اورجانيزم ات مي بي بكتيريسايدال، يعني بنعكس برضه في أنواع هذه الطيف المضاد هذا كله للبكتيريا، لكن اعتماده على الجرعة والكائن الحي هو اللي بيكون بيعمل كمبيد للجراثيم وقاتل للجراثيم بشكل عالي. الادفيرس افكتس بينعكس هنا إذا كان في آثار سلبية لكل الأدوية. طبعا الآثار السلبية للكلوروامفينيكول هنا بيكون اللي هو جي اي ابسيت، اوفر جروث اوف كانديدا البيكانز، بيعمل فرط نمو للجي اي للجاسترو انتستينال تراكت القناه الهضميه، بيعمل ممكن انيميا هيموليتيك انيميا، ممكن يكون في كمان واحد من الافكتس تبعته اللي هو جرو بيبي سيندروم او جري بيبي سيندروم عفوا اللي هو متلازمه الطفل الرمادي او ما نسميها ب بور فيدنج، هنا ديبريست بريثنج، طبعا هنا بتكون سوء في التغذيه وانخفاض في معدل التنفس والتغذيه، هنا الفيدنج نفسه يعني هنا نقصد الرضاعه، ديبريست بريثنج هنا بيكون برضه التنفس ب مكرر، هاي نفس الاشي كارديوفاسكولار كولابس وكيانوسيس او سيانوسيس اند ديث، ممكن يسبب انهيار او في دورة الحياة وتوقف في عضلة القلب والأوعية الدموية الحياة فيها، وايضا الموت، و يعني كمان بون مارو ديبريشن
يكون كمان في عنده تهبيط لتفعيل نخاع العظم بشكل ملحوظ. مضاد تاني أو نوع دواء تاني من الكيموثيرابيوتيك دراجز، تصنيف تاني هو التتراسايكلين. التتراسايكلين في منه أنواع: ديميكلوسايكلين، دوكسيسايكلين، ماينوسايكلين، وتتراسايكلين. التتراسايكلينيز أو التتراسايكلينز بشكل عام الميكانيزم أوف أكشن التارجتد، بيعمل تارجت هنا لـ30S subunits and prevent binding of tRNA to mRNA. كان قبل شوية في الكلورامفينيكول 50S، هنا بيعمل في subunits تبعت 30S، وخط الفاصل هنا ما بين tRNA والmRNA في البايندينج تبعت الأمينو أو أمينو أسايل tRNA، بيتحدوا وبيدخل في داخل الخلية. يعتبر هنا broad spectrum antibiotics، يعني مضاد حيوي واسع الاستخدام، طيف واسع، bacteriostatic، فعال بشكل كبير ضد الجرام بوزيتيف جرام نيجاتيف بكتيريا، effective against other microorganisms like mycoplasma والكلاميديا، فعال ضد الكائنات هذه مثل المايكوبلازما والكلاميديا بشكل مبين. هنا لو حب حدا يعني يطلع شوية، هنا في المايكوبلازما نيومونيا، وفي الكوليرا كمان، الكلاميديا انفكشنز، والراكي ماونتينز سبوتيد فيفر اللي هي حمى الراكي ماونتين او جبال الراكي، يسميت على اسمها في امريكا هاي، واللايم ديزيز. هنا في انواع من جرام بوزيتيف كوكساي، جرام بوزيتيف باسيلاي، جرام نيجاتيف رودز، انيروبيك اورجانيزم، اسبيرودز، ومايكوبلازما، كلاميدياز، وفي اذر افكتس. فكل هذه بيأثر عليها هذا العلاج. ريزيستنس، اذا تكلمنا عن مقاومه هنا في مقاومه المضادات due to inability of the organisms to accumulate the drug by efflux of the drug، بسبب عدم قدره الكائن الحي هنا على التجميع او على زي ما بيقولوا هنا توحيد الدواء، بيعطل الانزيم للدواء هنا وبينتج اللي هو لبروتين البكتيريا، enzymatic inactive of the drug producing bacterial proteins، فاللي بتمنع التتراسايكلين من الارتباط بريبوزوم البكتيريا او الريبوزوم اللي موجود في داخل الخلية البكتيرية. Any organism resistance to one tetracycline is resistant to all. هنا مهمة المعلومة هذه، أي حاجة بتمنع التتراسايكلين من الارتباط أو الاتحاد مع الريبوسومات ويكون هنا في مقاوم للتتراسايكلين، إذا كان في واحد منهم مقاوم فالكل بيكون عنده نفس المقاومة. Pharmacokinetics للتتراسايكلينز should not be taken with dairy products due to the formation of non-absorbable chelates of the tetracyclines with calcium free. ما بينبغي علينا انه ناخذ هذه الادويه التتراسايكلين بالذات مع منتجات الحليب الديري، المنتجات الالبان والاجبان يعني. ليش؟ لانه ما بيعمل شكل من اشكال اللي بيتادي لعدم الامتصاص للكالسيوم، وبيرفع كمان should not be taken with magnesium and aluminum antacids. في حال انه كان المريض بيتناول مضادات الحموضة اللي هي ادوية محتواها مغنيسيوم والومنيوم، الادوية اللي مضادة للحموضة، لا ينبغي ايضا ان يؤخذ التتراسايكلين معها. ليش كمان؟ لانه بيتحد مع الكالسيوم in bone and teeth، بيسبب كمان في اتحاده في العظام والأسنان مع
مكونات الكالسيوم في هذه الأماكن. Adverse effects إذا في كمان side effects أو أعراض جانبية له: gastric discomfort, effects on classified tissues, fatal hepatotoxicity, phototoxicity, vestibular problems, dizziness, nausea and vomiting, super infections. ممكن هذا كمان ايش يعمل اللي هو irritation في الجاستريك تراكت، يعني بيكون يعني مزعج نوعا ما في المعدة، واحيانا الirritation هان للجاستريك ميوكوسا في داخل الغشاء المعدي، او اللي بيكون يعني هنا حساس كتير، عشان هيك لازم الانسان ياخد التتراسايكلين with food مع الاكل حتى يقلص هذا السايد افكت على الاغشية المبطنة للمعدة والامعاء. ايضا هنا اتحاده مع انزيمات الكبد ايضا في الهيباتوتوكسيسيتي، هيباتيك يعني كبدي، فالتوكسيسيتي العالية السمية الكبدية هنا نتيجة انزيمات. فوتوتوكسيسيتي ايضا حاجة فوتو يعني في بصري، شيء يتعلق بالعين. فيستيبولار بروبلمز زي الدوخة والشعور بالغثيان والقيء، وايضا ممكن يعمل سوبر انفكشنز. ليش؟ لانه في ريزيستنس زي ما حكينا في السلايد السابق لبعض انواع المضادات، في ريزيستنس للخلايا البكتيريه منه، فبيعمل سوبر انفكشن، فما بنقدر نعالج الانفكشن بعد هيك اذا كان في ريزيستنس. كونترا انديكيشنز التعارضات هنا التتراسايكلين should not be used in pregnant or breastfeeding women. Children less than 8 years of age لا ينبغي استخدام هذا التتراسايكلين نهائي للنساء الحوامل أو المرضعات والأطفال اللي بتقل أعمارهم عن 8 سنوات. الأنتي بكتيريال سبيكتروم للإريثروميسين لكلاريثروميسين. الإريثروميسين فعال مع against same organism as penicillin، زي البنسلين فعال ضد نفس الكائنات الحية اللي ممكن يستخدم إلها. used in patients with penicillin allergy، للناس اللي مرضى اللي عندها حساسية من البنسلين ممكن ياخد الإريثروميسين. الكلاريثروميسين spectrum of activity similar to إريثروميسين. also chlamydia, legionella, Moracella, Europlasma, species and Helicobacter pylori أو H. pylori اللي هي جرثومة المعدة، أيضا بتاخد مع الموراكسيلا والاريثروميسين هذا، واللي شامل عدة أنشطة مماثلة من الاريثروميسين. الازيثروميسين less active to strip and stuff، ما بي يعني ما بيأثر بنشاط عالي على هاي الستريبتوكوكس والستافيلوكوكس، فنشاطه أقل، وهان more active against H influenza. الانفلونزا هنا بيأثر عليها أكتر، more active. والموراكسيلا كاتراليس أيضا preferred therapy for urethritis caused by chlamydia trachomiasis، هنا بيتاخد برضو لالتهابات المثانة، ممكن يكون هو الدواء اللي احنا بنقول عنه preferred therapy يعني drug of choice، يعني ايش معناتها؟ ممكن يكون الاختيار الأفضل للعلاجات تبعت الالتهابات البولية والمثانة. هان also active against mycobacterium ovum intracellular complex in patients with AIDS، الناس اللي عندها AIDS ممكن يكون active للمايكوبكتيريوم إذا أصيبوا فيه. التيليثروميسين أو الكيتولايت spectrum similar to azithromycin resistant، بيكون منخفض أكتر مع انه نفس الافكت تبع الازينوثروميسين وبيعمل افكتيفيتي عالي.
كليندامايسين هنا الميكانيزم اوف اكشن ده كليندامايسين از سيم از اريثروميسين، فالاريثروميسين هان زي الميكانيزم اوف اكشن تبع الكليندامايسين. تريتمنت اوف انفكشنز كوزد باي انيروبيك بكتيريا بكتيريودز فراجيليس والمارسا انفكشنز اسوسييتد وذ تروما، البكتيريا الهوائية والبكتيريا الفراجيليس هنا العدوى المرتبطة كمان بالتروما اللي ممكن يأثر عليها هذا العلاج والمارسا. الادفيرس افكتس سكن راشز ممكن يعمل سايد افكت بسيط اللي هي يعني راش على الجلد شوية هيك بثور. بوتنشالي فيتال شودومومبرينوس كولايتس ديو تو اوفر جروث اوف سي ديفيسيسي فانكومايسين اور مترونيدازول از يوزد فور ذيس كونديشن. الاثار السلبيه للطفح الجلد البسيط، التهابات ممكن يكون في القولون، ممكن يكون كمان قاتل محتمل للفانكومايسين او المترونيدازول بيستخدم هنا مع السي ديفيسيلي هان بسبب هذا الفرط تبع النمو او الاوفر جروث للبكتيريا هاي. فالفانكومايسين والمترونيدازول بيستخدم اللي هو الفلاجيل هنا بيستخدموا في هذه الحالات. فلورو كوينيلونز اللي هو الجيل الاول عندنا لاربع اجيال، الجيل الاول والثاني والثالث والرابع. الفيرست جينيريشن اسمه نالديكسيك اسيد، second generation اسمه سيبروفلوكساسين او الفلوكسين سيبروكير سيبرودكس. هذه كلها الحرف الار هان بتشوفوا في ايش ريجسترد، يعني هذا في حقوق عليه. اسم العلاج مشهور جدا، او النورفلوكساسين او الاوفلوكساسين اللي هو الاوفلودكس. الثيرد جينيريشن هان بيجي مع الاسم ليفوفلاكسين او تافانيك او شورت كات ليفو. fourth generation اللي هو موكسيفلوكساسين او الميجا اكسين. نالديكسيك اسيد از ذا بروسيجرز تو اول او بريديسيسورز عفوا تو اول فلورو كوينيلونز. their overuse has led to the emergence of resistance of microorganism. هذا النالديكسيك اسيد هو الجينيريشن اللي طلع بعده بريديسيسور لجميع الفلوروكوينيلون اللي ادى للافراط في استخدامه لايش لظهور الريزيستنت او المناعه للكائنات الحيه الدقيقه والمقاومه تبعت البكتيريا. فهان في مقاومه ليش من كثر الاستخدام للفلوروكوينيلون used by has been يعني closely tied to Clostridium difficile infection. Clostridium difficile في انتشار هان للمقاومة كمان the spread of antimicrobial resistance in many organisms زي الميثيسيلين resistance للستافيلوكوكسي. فبي على سبيل المثال هان المقاومة للميثيسيلين resistance بيستخدموا كأنتيميكروبيال في المشكلة هذه. الميكانيزم اوف اكشن تبع هذا الدراج انتر ذا بكتيريوم باي باسيف ديفيوجن ثرو بورنز، بيتم امتصاصه او ادخاله عن طريق الانتشار السلبي. طبعا ديفيوجن هنا نيجاتيف ديفيوجن او باسيف ديفيوجن عفوا من خلال البورين البوز. بيمنع هان كمان انهبيتس ذا ريبليكيشن اوف بكتيريال دي ان اي تكرار او من الملتيبليكيشن تبع الحمض النووي البكتيري عن طريق التدخل في وين انترفيرينج وذ دي ان اي جريز اللي هي توبوزوميرز او توبو ايزوميرز السكند الفيصل الثاني والتوبو ايزوميرز الرابع during bacterial growth and reproduction خلال النمو البكتيري، واللي هو كمان بيربط الكوينيلون binding لمين both enzymes and DNA forms a complex that inhibits the resealing steps and can cause cell death by inducing cleavage of DNA. ممكن هنا يسبب هذا المركب
بيمنع يعني إعادة اللي هو ريسيلينج، إعادة إغلاق المكان اللي بيفتحه المنافذ تبعته، بيمنع إعادة إغلاقها، مما يؤدي إلى موت الخلية عن طريق إحداث في انشقاق inducing cleavage of DNA. cleavage هنا انشقاق أو تفسخ أو تذويب للـ DNA في داخل الخلية البكتيرية في داخل النواة طبعا هان، وبالتالي هذا تأثيره على الخلية بقتلها من خلال الـ receding step. Antimicrobial spectrum, fluoroquinolones are bactericidal. هنا مبيد للجراثيم بشكل عام. In general, fluoroquinolones are effective against gram negative organisms زي الاشكريشيا كولا او الكي اي كولاي والارجينوسا والهيموفيلوس انفلونزا. Atopical organism زي الليوجينيليسي والكلايميدياسي. جرام بوزيتيف اورجانيزم زي الستريبتوكوكساي. مايكوبكتيريا زي مايكوبكتيريوم توبركولوزيس. فهذه كلياتها الافكت في الانتي مايكروبيال سبيكتروم تبع هذا الدراج. نيور كومباوندز في مركبات مستحدثه بشكل حديث اللي هي سيبروفلوكساسين واللوفلوكساسين. A greater potency عندها قوة أكبر، انتشار أوسع، broad spectrum of antibacterial activity. A greater efficacy against resistance organism، فعال أكبر ضد الكائنات البكتيرية اللي عندها resistance أو مقاومة. Against هنا active against gram positive bacilli and cocci, mycobacteria, mycoplasma كوكساي and ريكيتسيا. كمان عنده better safety profile than older quinolones، فالمركبات المستحدثة safer، عندها أمان أكتر للأدوية اللي كانت من البداية. Respiratory quinolones antimicrobial spectrum كمان مرة لكوينولون. ليفوفلوكساسين والجيميفلوكساسين أو جيميفلوكساسين. Moxifloxacin active against gram positive typical atypical and anaerobic pathogens، في اللي هو نشط ضد الهوائي والغير النمطي. وهذه نفس الميكانيزم لو لاحظنا هنا في له فعاليه مع الانثراكس، urinary tract infection لليوتي اي، كمان anaerobic infection والgastrointestinal tract infection التهابات الجهاز الهضمي او قناة الجهاز الهضمي، وresistance respiratory infection او اللي عنده في مشكلة في الجهاز التنفسي بيعطوه هذا. ليش؟ لانه اللي عندهم resistance ممكن هذا العلاج يكون فعال اكتر. الريزيستنس هان لو تكلمنا عنه altered targets chromosomal mutations in bacterial genes، الهدف هنا في التعديل اللي صار، الطفرات هنا الكروموزومية في الجينات البكتيرية ممكن يخضع ل ايش توبوزوميرز 4 والدي ان اي جايرز may undergo mutations، ممكن هنا يصير في للطفرات هان الحمض النووي هان انخفاض وايضا وتراكم يعني accumulation في انخفاض ل reduce intracellular concentration is linked to decreased number of purine protein in outer membrane of the resistant cell. Efflux pump pumps drugs out of the cells، انخفاض في عدد البروتينات اللي البورين ممكن يدخلها من الغشاء الخارجي للخلية اللي عندها مقاومة، والمضخات تبعت الدواء في الخلية في الإفلوكس تبعها. Pharmacokinetics interfere with absorption، الإشي اللي بيأثر على الامتصاص للأفوفلك العلاج هذا. انتي اسيد كونتيننج الومنيوم او مغنيسيوم بنحذر منه دائما، احنا ممنوع تاخذوا المضادات الحيويه مع اي حاجه بتعمل اذى للمعده.
اللي بياخدوها للحموضة اللي بتحتوي على ألمنيوم أو مغنيسيوم. dietary substances containing iron or zinc، أي حاجة غذائية في محتواها حديد وزنك، كالسيوم وحليب ولبن كمان ممنوع مع هذا العلاج عشان ما يعملش interference أو تدخل. adverse effect، الأعراض الجانبية gastrointestinal بنسبة 5%، بيعمل نوزيا، vomiting، diarrhea، dyspepsia، ممكن يسوي دوخة ويعني غثيان وشعور بالقيء، إسهال، central nervous system بيسبب صداع وإنزوميا يعني سهر، ممكن دوخة، rarely هنا ممكن يعمل hallucination وسيزور هنا أو سيزور في الناس اللي هي زي علامات الصرع أو في الناس الكبار في العمر. فوتوتوكسيسيتي، ليفوفلوكساسين بيعمل فوتوتوكسيسيتي هنا يعني زي حاجة في السمية اللي بتأثر على العين، السمية الضوئية اللي بنتكلم عنها قبل شوية. في الارتيكولار دامج، ارثروباثي، growing cartilages damages، arthralgia and joint swelling، ممكن يعمل تلف في المفاصل، اعتلالات، غضاريف، ألم في تورم، ممكن يكون كمان contraindicated in pediatric patients and pregnant or breastfeeding women، كمان الأطفال المرضى والنساء والحوامل أو المرضعات حتى. كمان في ردود فعل سلبية other adverse reactions مع tendons rupture في تمزق الأوتار في حال الالتواءات المفصلية، وكمان الهايبرسنسيتيفيتي أو الحساسية المفرطة. سلفونامايدز ميكانيزم اوف اكشن في الميكرو اورجانيزم هنا بيعمل ديهايدرو ابتوريت سينثيسيس، بيدخل مع السلفونامايد هنا بيعمل تأثير على الجلوتاميت، والفوليك أسيد بيدخل مع التترا هيدروفوليك أسيد وبيتوزع مع الهيومن مايكرو أورجانيزم، بيدي الأمينو أسيد سينثيسيس وبيأثر على البورين سينثيسيس، وبيعمل كمان اللي هو ثايدين سينثيسيس. وهذا هو المركب تبع البابا أو البيتا أمينو بنزويك أسيد. Antibacterial spectrum، sulfa drugs are active against selected enterobacteriaceae in the urinary tract and nocardia infections. هنا في يعتبر من الأدوية المختارة السلفا هاي نشطة ضد الالتهابات هاي وفي المسالك البولية مثل النوكارديا. سلفا ديازين برضو بيتاخد مع الكومبينيشن هان مع البايريثمين أو البايريميثامين، وبيعمل preferred treatment للتوكسوبلازموسيس. سلفادوكسين باتحاده مع البايريميثامين بيستخدم as an anti-malarial drug، ضد الملاريا بيتم العلاج مع الكومبينيشن هذه. السلفازالون أو السلفازالدين في عدة أسماء يعني سلفازالازين، وفي سيلفر سلفادايازين، هنا سالازين وهنا دايازين. is not absorbed when administered orally therefore is reversed to treatment of chronic inflammatory bowel disease or example اللي هو ulcerative colitis. يعني بيتم هنا العلاجات ما بيتم امتصاصها في التهابات الأمعاء المزمن على سبيل المثال التهاب القولون التقرحي. السلفادايازين هنا بيتم استخدامه في يكون سيلفر مع الفضة، طبعا سلفادايازين الفضة فعال في الحد من الالتهابات المرتبطة بالحروق. ليش؟ لأنها بتعمل منع للبكتيريا الكولونيزيشن، بيصيرش فيه
مستعمرات بكتيرية والجروث هنا بيصير في تثبيط وبيتم منعه. الادفيرس افكتس هان في السايد افكت تبعه كريستالوريا ادكويت هايدريشن اند الكالينايزيشن اوف يورين كان بريفنت ذا بروبلم بتمنع المشكله هنا اللي هي الترطيب الكافي او الديهايدريشن يعني تناول الماء والترطيب للجسم بنسميه ترطيب في علم التغذيه. والبول هنا من بكونش كافي بيمنع المشكله هان اللي هي adequate hydration شوفوا كيف في alkalinization of urine ممكن هان يعني شرب الماء بكثرة بعد تناول هذا العلاج بيمنع التلف اللي ممكن يضر بالكلى حتى تفرز البول بشكل كويس. hypersensitivity الاضطرابات هنا في الحساسية بيكون برضو hematopoietic أو poietic disturbances بيكون برضو في أمراض مع الدم. الهيموليتيك أنيميا is encountered in patient with G6PD. الجلطات هنا برضو المرضى بيحدث التهابات في أيضا اللي بيعانوا من الالتهابات الدموية هن في الأوعية thrombocytopenia في الجلطات و can also occur ممكن يعني زي اللي بنحكيها هيك بالعام انه ممكن يعمل تجلطات في الدم. كيني كاتشورز هذا الديسوردر مي اوكير ان نيو بورنز هذا كيرنيتشير بيحدث في الاطفال حديثي الولاده. ليش؟ لانه ادويه السلفة ايش ممكن تعمل displace bilirubin from binding sites to serum albumin من المواقع اللي بيرتبط فيها البيليروبين مع الالبومين. المصل هنا ده بيليروبين is then free to pass into the CNS الجهاز العصبي المركزي central nervous system. ليش؟ لانه حاجز الدم والدماغ ما تطورش اللي يمنع الامتصاص هذا للCNS because the blood brain barrier حواجز هنا الدماغية والدموية is not fully developed ما تم الجروث. عشان هيك في النيو بورن في الأطفال حديثي الولادة لسه الجسم ما اكتمل نوعا ما بيكون ايش برضو الافكت هان سلبي وعالي. الترايميثوبريم الترايميثوبريم is a potent inhibitor of bacterial dehydrofolate reductase exhibits an antibacterial spectrum similar to that of the sulfonamides. هنا مثبط قوي للبكتيريا وبيماثل هاي اللي من السلفونامايد. الاختزال هنا reductase has much stronger affinity for trimethoprim than does the mammalian enzymes. المامالين enzymes اللي هي الانزيمات الثدييات انزيمات الثدييات هن which accounts for the selective toxicity of the drug اللي بيفسر هنا السمية بقوة من الانزيمات الثدييات. الترايميثوبريم is compounded with sulfamethoxazole producing the combination called cotrimoxazole. فهان بيصير في binding لاثنين كومباوند مع السلفاميثوكسازول مع الترايميثوبريم وبيعطي كومبينيشن هاي اسمها كوتريموكسازول. انتي بكتيريال سبيكتروم الانتي بكتيريال هان المضاد البكتيري هان من الترايميثوبريم is similar to that مع السلفو او السلفاميثوكسازول. الترايميثوبريم 20 ل 50 مرة more potent than sulfonamides أكثر ب 50 ضعف من السلفونامايد لوحدها في تأثيره وفعاليته. الترايميثوبريم may be used alone in the treatment of UTIs في التهابات المسالك البولية يكفي استخدام الترايميثوبريم لوحده.
وهان تريتمنت اوف بكتيريال بروستاتايتس، الالتهابات اللي بتصيب البروستات في بعض البكتيريا، يعني في هناك بعض البكتيريا تصيب البروستات بالتهابات، فبيتم علاج هذا بالترايميثوبرين مع الفلورو كوينيلونز ار بريفيرد. الترايميثوبرين also can produce the effect of folic acid deficiency، ممكن يمنع ايش؟ عفوا ينتج اثار في حمض الفوليك، فوليك اسيد حمض الفوليك، هاني يمنع ايش؟ امتصاصه او يخفف من استفادة الجسم عنه، وهذا بينتج ايش؟ اثار سلبية على نقص حمض الفوليك في فقر الدم، بيعمل ميجالوبلاستيك انيميا، ليوكوبينيا وجرانيولو سايتوبينيا، فبيسبب مشاكل في الدم بشكل عالي. Especially in pregnant patients and those having very poor diets، في الناس اللي عندها ضعف غذائي عالي، نحافة عالية، وكمان ايش في النساء الحوامل. These blood disorders، هاي اللي هي اضطرابات الدم، may be reversed by the simultaneous administration of folinic acid which does not enter bacteria، ممكن ايش ان العلاج يصير ب يعني مدة زمنية عالية لحمض الفولينيك اللي ما بيدخل البكتيريا، ويتم العلاج عن طريق جرعات عالية من حمض الفولينيك. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. قناة الدكتور عطاء محمد القيسي التعليمية، ما تنسوا تفعلوا الجرس والاشتراك لمتابعة كل ما هو جديد. أسعد الله أوقاتكم، ونلتقي في محاضرة أخرى إن شاء الله.